أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الحادثة اللي صارت أمس في الفجر في جامع في المرسى، وكونه قال الإمام اللي كونه جاوا من الناس منحرفين دخلوا الجامع وضربوا وكسروا وخربوا وضربوا الإمام، طلعت لا أساس لها من الصحة. مساك شوية الإمام استعرف، وكونه هو اللي حرق الجامع، هو اللي حرق المصاحف، وكحركة تمويهية معناتها خرب الجامع وضرب بيده باش يموه وباش يقول اللي ثم ناس جاو وكذا وكذا وعملوا هذا الكل. حقيقة هذه حادثة زادت غرابة على غرابة. في السيناريو الأول نقولوا غريبة، ما هذه أغرب بألف مرة. إمام جامع يعمل هكاكا، معناتها انا نتصور الامام هذا يمكن غلط دراش عمل تحرقت حاجه يا اخي خرب وكذا وضرب روحه باش يموت، ولو انه العمليه هذه ما حقاش صارت الاسباب والحاجات هذه الكل ما نعرفوهاش، ما ثماش تفاصيل عليها كبيره. نخلي لكم مصدر كلامي انا في الوصف في الديسكريبسيون. حتى كل اليوم وكل نهار نشوفه غريبة في تونس. ربي قدر الخير وكهو، معناتها تو نزيدو نشوفو تفاصيل أخرى على العملية هذه والحادثة هذه اللي غريبة غريبة برشا برشا. لا في معناتها تستعرف، وفي نهاية الأمر طلعت تمويه باش يغطي على روحه باش ما يتكشفش على الحكاية اللي عملها هي والجريمة اللي قام بها. ما نعرفوش، يمكن يكون مريض، يمكن كانت غلطة، الله أعلم. إلى اللقاء إن شاء الله في خبر جديد وفيديو جديد من عالم أمين. إلى اللقاء.